السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمرو عبد العزيز من قناة عملاق الالعاب. النهاردة هنختم لعبة سلندرينا في المدرسة، او هتموت في المدرسة او لازم تموت في المدرسة. نبدأ اللعبة واحنا ماشيين نتكلم شوية عشان ممكن ده يكون اخر فيس كام او اخر مرة اظهر فيها على في الالعاب. في لعبتين مع جاتا. يا سلينري كده سلندرينا سلندرينا سلندر. واحنا بنجمع علب سلمون دي ولا ليه شيء. عاوز مفتاح تحت تحت. بالنسبة للناس اللي عاوزة تحمل بندن، بتحمل انت التورنيت، برنامج اسمه التورنيت، لما تحمله طرق. وبعد كده بتحمل، انا حاطط رابط جديد نقدر نحمل بيه ان شاء الله اللعبة وشغال. في الدبليو سي دي التاني. موت يا رمة خدتيني. انا هنا في شيء يا جماعة. الفيس كان بيغلبني فعلا، عقبال ما بعمله عقبال ما بخلصه. في حاجة هنا مفيش. ايه ده؟ ايه ده؟ ومعايا سلاح فيه. انا بنلعب كل شوية ولا ايه؟ لازم ندور في كل حاجة. تعال يا
يبقى انا في حاجة. ما بدوش اهو. ماشي. يعني ايدي راحت دلوقتي. خذ السلاح فيه. يا سلندرينا ترى آية. كله عم مسكر. مش حاجة هنا. لا يا بنت سلندرينا. هل يوجد حاجة هنا؟ إذا هزلناه بابوه يبقى الدور الجديد. مش هصبر. آه يا سلندرينا يا بنت الطيبين. نو سيف سيف النار. مش في الدبي سيرا. لا يوجد هنا. سلندرينا هنا ولا حاجة؟ وسعوني. سلام. يمين. ايه بس شيء. لا يوجد شيء. هل هنا شيء؟ لا يوجد شيء. ميت 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 ميت. هل يوجد؟ ايه ده؟
بنتي اللزيكة. موت يا سلندرينا الكلب. WC ثمانية. يبقى كده انا جمعتهم. انه مفتاح هنا. مفتاح وواحد ملاح. وكده الباب اللي تحت عاوز مفتاح. فهمت يا عمور. عمور يا عسل. ان شاء الله ان شاء الله اتفاتح. ما علينا. قمت. جد. سلندرينا. ايه ده. كده تعرف فين يا ولاد اللزيق. شوف الساعة الفيدا. كم ختمت وبكده نبقى ختمنا اللعبه. وانتظروا على فكره انا عندي اجزاء سلندرينا دي كتير قوي، فمعلش يا جماعه في سكام عشان اعمله موال. لازم موبايل والموبايل لازم يكون مشحون ومساحه كافيه، يعني ربنا يرزقنا ان شاء الله يبقى عندنا موبايل مساحته عالية اقدر اعمل في سكام او نقدر نجيب كاميرا. بس الفلوس ماشي، يعني ايه ممكن الفيديو ده ارفعه وقعد فترة كده ما ارفعش فيديوهات عشان الحالة النفسية وحشة شوية. فيعني انتظروني ان شاء الله قريب في العاب تانية باذن الله. وما حدش يزعل مني من ناحية جاتا، مش عامل فيها في سكام. ان جاتا يعني تغلب 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 في مهمات فيها، يعني انا معدي في كم مهمه، في مهمات صعبه جدا 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 جدا. وان شاء الله هرفع لعبه بعد اللعبه دي، عاوزكم تشوفوا رايكم فيها اللي هي الهروب من السجن. فعاوزكم تقولوا ايه رايكم، حلوه اكمل تبقى من جانب الالعاب التانيه
مش حلوة أخلصها وبعد كده برفعها بعدين، يعني عاوز أتفرج عليها أتفرج، مش عاوز براحتي يعني. يلا ما تنسوش اللايك والكومنت، وبحط الألعاب اللي عندي اللي عاوز تختم وتكتبوا عنه لعبة فيهم ناخدهم بالتدريج، بحيث إن احنا نخلص كل الألعاب اللي عندي ونشوف رأيكم في الألعاب اللي جاية. يلا والسلام عليكم ورحمة الله. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.